خليني أقول لك بس البشرية فين الآن. أنا قلت هذا في سلسلة مكونة من 6 مقالات شرحت فيها ووجهت جرس إنذار، قلت البشرية الآن نحن على حافة الهوية. أنا نفسي توقعت أن تحدث كوارث زي تسونامي أو زلازل أو كذا. ليه؟ لأن إحنا تجاوزنا هوية العالم، تجاوزت الحد الأقصى بكثير. خليني أقول لحضرتك 8 مشاريع بس، 8 مشاريع فقط كلهم إعلان حرب على الله تبارك وتعالى. إحنا الأول عندنا الفلسفة بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية، النظام الفلسفي، الفكر الفلسفي للنظام العالمي هو نيتشه. نيتشه ده بيقول إيه؟ بيقول أن الإنسان هو وحدة الوجود، وهذا الوجود ليس له إله. تحقيق المتعة الكاملة للإنسان، البشر قسمين، أسياد وعبيد، الضعفاء عبيد، والأقوياء اللي معاهم سلاح واقتصاد هم دول الأسياد. العالم كله تحت سيطرة الرجل الأبيض حتى نهاية العالم. الحرية المطلقة للإنسان، فلا حاكمية للإله، لا وجود للإله أصلا. القوة مبدأ وأساس إدارة الحياة، الفرد أساس المجتمع وليس الأسرة. دي المرتكزات الفلسفية الستة لنظام نيتشه اللي هو النظام الولايات المتحدة الأمريكية ماشية عليه الآن، وهي بتفرضه على العالم. طيب في عندي 8 مشاريع، أريد أن أوعي السادة المشاهدين من خلال قناتكم إلى المشاريع الثمانية دي، واللي عايز يرجع على موقعنا على موقع قيم هويتي هيلاقي المقالات بالتفصيل. 1، مشروع أولي هو اسمه العولمة، إن هو إيه؟ هوية لا دينية للعالم. كلمة العولمة يعني هوية لا دينية للعالم. 2، مشروع الإلحاد. مشروع الإلحاد يعني يراد للستة للاتنين مليون مسلم، ويراد للستة مليون ان كلهم تتجه البشرية الى ايه؟ الى الإلحاد، يعني الغاء الأديان بالكلية. 3، مشروع الشذوذ. 4، مشروع تفكيك الإسلام من خلال وتفكيك قيم ومعتقدات الإسلام وقصص القرآن في الإسلام، إلى أن من خلال مشروع تفكيك اللي هو الحفريات وإنشاء نظرية جديدة لنشأة الكون غير النظرية التي أطلقها القرآن أو التي قررها القرآن الكريم. وعاملين علم اسمه علم الحفريات، وبيحاولوا يكذبوا ويأسسوا كذا إلى هذا. الأمر الثالث، مشروع الإسلام الأمريكي اللي هو إيه؟ اللي هو الإسلام الجديد بقى، اللي هو المنزوع أشياء كثيرة جدا منه. 3، مشروع 7، مشروع الدين الإبراهيمي. 8، مشروع المليار الذهبي. خليني بقى أقول لك آخر حاجة المفاجأة، مشروع الجيل زد، وده كلنا بنعاني منه. مفيش بيت الآن في الكرة الأرضية بيعاني من المشروع زد. المشروع زد يعني إيه؟ إن الولايات المتحدة الأمريكية قررت ووضعت خطة استراتيجية أن الجيل الذي ولد بداية من الألفية الجديدة من سنة 2000 وانت طالع، قال لك احنا هنسحبه واحنا اللي هنربيه واحنا اللي هنسيطر عليه، والاباء والامهات ما لهمش اي سيطره عليه، التعليم ما لهوش اي سيطره عليه، هتبقى ثقافه واحده وعولمه واحده من خلال التكنولوجيا والاتصالات الى اخره. والان اصبحنا نعاني وبدانا نشوف الثمرات السيئه للجيل زد. طيب ال6 مشاريع دول تقول ايه؟ انا كده لعلي قدرت ارسم لك او للساده المشاهدين هوية العالم رايحة فين؟ لما يكون هوية العالم رايحة كده فين؟ معناتها أنت واخد البشرية للحرب على الله تبارك وتعالى، يبقى من رحمة الله تبارك وتعالى إن ربنا ما يسيبناش كده. بنقول له يا رب ما تسيبناش كده، أغثنا يا رب، الحقنا يا رب. فقام ربنا تبارك وتعالى من رحمته وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لما يموت 10,000 من شهدائنا في سوريا وفي تركيا، خليني اقول لحضرتك امريكا قتلت في العراق 2 مليون. امريكا قتلت في العراق 2 مليون ومحدش اتكلم. وكل يوم في فلسطين بيموت الاف، مئات، عشرات ومئات والاف لما تجمع. الحرب في اوكرانيا، الحروب المفتعله، في التجويع في افريقيا، ابادات مدن كامله. ربنا سبحانه وتعالى نفحه انا افسرها كده من خلال رؤيتي العميقه لما يجري في العالم وهوية العالم، أقول أن من رحمة الله تبارك وتعالى. طبعا إحنا نترحم على شهدائنا ونواسي أهالي الشهداء في سوريا وفي تركيا وفي كل مكان في العالم، ولكن علينا أن ننظر بعين عميقة وبعين فلسفية عميقة وبعين إيمانية عميقة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا.